السلام عليكم، كي دايرين خوتي وخواتاتي؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله، في صحة جيدة. شكرا بزاف ليكم، شكرا بزاف. هذا كنحييكم على التعليق ديالكم الزوينين وعلى الأسئلة ديالكم اللي كتسولوني وعلى لي كومونتير ولي جيم اللي كديروا لي. شكرا بزاف بزاف بزاف، وشكرا للمشتركين جداد، مرحبا بهم بزاف بزاف. المهم اليوم بغيت صراحة، كل مرة دابا غادي نجيب لكم حاجة اللي غتكون غتفيدنا كاملين، باش بنادم يبقى يعرف شنو كاين، ما يبقاش كاع يبقى صافي غير يكون عارف كل شيء، على علم على كل شيء. المهم البنات، دابا جبت لكم واحد لاكريم خطيرة خطيرة البنات، غزالة غزالة غزالة، عندها بزاف ديال الاستعمالات. فنة البنات، كتبيض المناطق، او اللي عندها الجلد ديالها جافة كترطبها واحد الرطوبة لا مثيل لها، وحتى اللي تحرقات شي حروق خفيفة حتى هي كتصلح لها. هاد لا كريم هادي راه ماشي ديال المغرب، ماشي صنع المغرب، هادي صنع ديال فرنسا، بيير فابغ اللي كيعرفها راه المهم راه معروفة الصراحة، لابوغاتوار ديالهم تماك معروفة، زوينة بزاف، استعملوها البنات بزاف بزاف بزاف، وعطتهم نتيجة غزالة. وانا كيما قلت لكم وكيما عاود غادي نقولها لكم، هاد لا كريم البنات غزالة غزالة، ما غزالة فنة، كترطب للجسم واليدين بواحد الطريقة لا مثيل لها، حتى الوجه الا بغيتي ديريها له كتدار حتى الوجه، ولكن غديريها له بالليل، ما تضربكش عليها الشمس، ما تخرجيش بها الزنقة، ديريها في الدار تكوني جالسة كل مرة ديريه، عرفتي كتعطي واحد الترطيب خيالي بزاف، ومع المدة كتبيض المناطق اللي هما كحل بحال لي بطين، بحال المهم بزاف الحوايج، المهم اي حاجه من تحت في الركبه، في الكوع، في الكود، في اي بلاصه، المهم ترطيب، كتعطي واحد الترطيب خيالي مع المده. وواحد الحاجه البنات، هاد لا كريم هادي ديريها من بعد ما تغسلي، غير تخرجي من الحمام ديريها، وديريها للدات ديالك كامله، وسيري كتعطي نعومة سيمانة كاملة حتى ال10 أيام، سيمانة كاملة كتعطي واحد النعومة خيالية البنات، والله العظيم زوينة بزاف، كترطب لي الدين والرجلين، كتستعمل لي الدين الرجلين او حتى الوجه، الوجه البنات ما تخرجوش للشمس. هذه هي زعما الحاجة اللي تقدروا هذا، اما هو غزال هاد لاكريم راه ديال البرا ماشي ديال هنايا، ولكن هو هنايا راه عفتي حتى واحد ما كيخطاه من الدار ديالو، زوين زوين بزاف، كريم كيرطب و او ميم طون كيبيض، الا كنتي تحرقتي شي شويه كيصلح الحراق كما قلت لكم، كيخلي واحد التعطير في الجسم، واحد النعومه خياليه من بعد الحمام ديريه، وسيري كتبقى الدات ديالك كامله رطبه سيمانه حتى ال10 ايام، وهي الدات ديالك كامله رطبه، عرفتي غزاله البنات غزاله بزاف، كدير للرجلين اليدين مع المده، كتبيض مع المده، وكتصلح حتى الحروق كما قلت لكم، ولا شي التهاب عندك في اليد، ولا شي حاجه بحال هكا الصدفيه، كتعالج حتى الصدفيه البنات، راه غزاله البنات هاد لاكريم هادي. ودابا غادي نوري لك هاد لاكريم هادي، راه غنيه عن التعريف، راه كلشي كيعرفها، وهي ديكزيريل، راه لو تيب ديالها كبير كما كتشوفوا، لو تيب كبير، زوينه البنات، ها نتوما كما كتشوفوا شوف شنو مكتوب فيها، جفاف الجلد وحروق سطحيه، يعني الا كان عندك الجلد جاف، البشره ديالك ناشفه، راه زوينه هذه خطيره، كتعطي واحد النعوم وواحد الترطيب غزال، وتا الحروق السطحيه اللي كتكون خفيفه البنات، ماشي دوك الحروق اللي كتكون الله يستر غاف، اللي كيكونوا زعما
مجهدين بزاف، هذوك الحروق الخفيفه راه كتعالجهم. وكيفيه الاستعمال البنات، غادي ديرها على الجسم ديالك كما قلت لكم، غيتغسلوها يدين كل مره، بقاو دهنوا يديكم بها وغي تغسلوا، بقاو دهنوا الدات ديالكم كامله بها. وفي المناطق الحساسه كتعطي واحد النعومه زوينه وفيها واحد الريحه زوينه صراحه. راه هالمكونات ديالها البنات، الجليسيرول والفازلين والبارافين سائل، عن يعني راكم عارفين الجليسيرول والفازلين والبارافين شحال زوينين، والفوائد ديالهم على البشره ديال البشره وعلى البشره ديال الوجه ولا الجسم ولا كاملين، يعني زوينين بزاف غزالين البنات. كيساعدوا على الترطيب وكيساعدوا على النعومه وكيعطيو واحد اللمعه واحد النعومه في الذات زوينه البنات. ويمكن لك ديري فيه الريحه ديالك. نقول لكم واحد الاستعمال كنستعملو انا، كنجيب هكا هاد اليوتيوب هذا، كنخويه في واحد الطاسه وكندير معاه شويه ديال الريحه ديال البارفان اللي كندير، عرفتي كتبقى الدات ديالك معطره، اقسم بالله الا كتبقى معطره غزاله البنات. تصوري انك انتي دايره هاد لاكريم والدات ديالك عرفتي معطره، عرفتي واحد الريحه كتعطي منها سيمانه وهي كتبقى تعطي منك ديك الريحه زوينه بزاف. يعني الريحه ديال البارفان ديالك مع هاد لاكريم هادي غزاله البنات بزاف. وانا راني جربتها، خديتها العام اللي فايت وانا كنجربها ومازال كنستعملها، زوينه بزاف البنات. كدير 51 درهم، يعني 1020 ريال. ها هو اليوتيوب ديالها قداش، شوف البنات راه كبير، اليوتيوب ديالها كبير يعني كيدوز، عرفتي راه فيها 250 مليليتر، 250 غرام بليتو سمحولي. يعني راه كدوز صراحة بزاف، كتبقى عندك كتدوز لك شحال وهي عندك، كتستعمليها كل حمام كل مره غير تسالي من الشقة. علاش لا، صايبيها ليديك كترطب، كتعطي واحد الترطيب خيالي ليدينا البنات، غزاله ايفيكاس بالنسبه اللي عندهم يديهم ناشفين ولا رجليهم ناشفين ولا حتى الدات ديالهم ناشفه، راه كتعطي واحد الرطوبه وواحد النعومه لا مثيل لها، غزاله ايفيكاس البنات صراحه زوينه بزاف. هاد لاكريم هادي والله العظيم الا زوينه، ما خص تخطى حتى شي واحد من الدار ديالو. انا صراحه كنركز على شي حوايج اللي مهمين وكيتستعمل بزاف د الحوايج، كما قلت لكم راه كتعالج حتى الصدفيه راه كتعالجها. يعني البنات راه غادي حطيتيه في الدار ما غتندميش، راه عنده استعمالات بزاف، الا كيصلح للتهريه شويه ماشي بزاف، الا كانوا شي حروق خفيفه ترطيب، كيرطب الجلد بواحد الطريقه خطيره، ترطبي الجلد علاش لا، ومع الاستعمال وكل مره كتستعمليه غادي يبيض لك اليدين ديالك، وعرفتي اليدين ديالك كيوليو رطب زويني، ما فيهمش كاع داك الخطوط ديال التجاعيد اللي كيكونوا بالنشوفيه ديال اليدين. كما كتعرفوا البنات المواد الكيماويه اللي كنستعملوها في المعان وداك الشيء بحال مهم، داكشي اللي كنغسلو به الماعن وداكشي كيخليو اليدين ناشفين بزاف كيخليوهم ناشفين. هاد لاكريم كتحارب هاد النشوفيه هادي، زوينه بزاف بالنسبه للجلد اللي ناشف، عرفتي ايفيكاس غزاله البنات، كتعطي واحد الترطيب غزال وفيه واحد الريحه زوينه، فيها ترطيب واعر في البلاصه، غير كديري كتحسي بيديك رطب في البلاصه، ماشي تسناي تال في البلاصه، غير كديريها وتفخوطيها بين يديك كتحسي باليدين ديالك رطب بزاف. والله البنات غزاله هاد لاكريم ديكزيريل، راه كريم معروفه بزاف راه صراحه تصنعات في فرنسا في بيير فابر لابوغاتوار بيير فابر، راه زوينه البنات صراحه. هاد لاكريم هادي والله الا غزاله واليوتيوب ديالها كبير، وكتاخدي شي حاجه اللي معروفه، ماشي كتاخدي من عند ما كتعرفيش شنو هذا، كتاخدي شي حاجه اللي معروفه وماركه، فهمتي؟ يعني زوينه بزاف والله، كتعطي واحد
الا جربتوها راكم ما غاديش تندموا، كتعطي واحد الترطيب واعر البنات، ومع المده كما قلت لكم كتبيض، كتعالج الحروق السطحيه اللي خفيفه، وكتعالج الصدفيه، وكتعالج بزاف ديال الامور. والا بغيتوا تاكدوا هما دو راهم كاينين في النشره ديالهم، كاين دواعي الاستعمال كعلاج تكميل للجفاف، للجفاف الجلدي الذي يرافق بعض الآفات الجلدية مثل التهاب الجلدي التأتبي، الحالات السماكية الصدفية كعلاج تكميل للحروق السطحية القليلة الانتشار. يعني البنات ها انتم كما كتشوفوا الجفاف الجلدي اللي كيكون بشكل مفرط اللي كيرافق بعض المرات دوك الالتهابات الجلدية، وحتى الحروق السطحيه والسماكيه والصدفيه. يعني البنات هاد لاكريم هذا راه كريم معجزه كما كنقولوا، زوينه البنات، غادي تجربوه وما غاديش تندموا البنات، خليوها في الدار عندكم، راه كيتستعمل بزاف د الحوايج، هانتوما شفتوا بزاف ديال الحوايج لاش كيتستعمل، يعني ما غاديش تخسري فين ما تغسلي تسالي بالشقه ديالك، علاش لا ما تهلايش فراسك بكريم ب51 درهم، وكيديلك كاع بزاف، كتشريه وتحطيه وتنسايه، ديما يكون عندك في الصاك، غير تغسلي يديك غير كدا، ديريه في يديك وغير تغسلي تخرجي من الحمام. انا قلت لكم الطريقه اللي غادي ديروها، غادي ديروه للجسم ديالكم، كتبقى الجسم مرطب البنات سيمانه حتى 10 ايام، حتى كتبغيو عاوتاني الدوش، يعني حتى كي من تدويشه لتدويشه صافي. و الى بغيتي يبقى فيكم الريحه اللي نتوما كتستعملوا، بحال دابا العطر ديالك الخاص بيك اللي انت كتستعملي، غادي ديريه في هاد لاكريم هادي، وغتحركيه مزيان، وغتبقاي تدهني، وغتبقاي تشمي الريحه ديالك فيه، يعني ريحتك هي اللي غتبقى تشمي، وغتبقى لك كما قلت لك في الجسم ديالكم البنات حتى 10 ايام. راه غزال البنات والله العظيم، ما غتبقاي تشمي في راسك غير الريحه الزوينه، انت قاسم انت كتشميه في راسك هكا، وكيعطي ناهيك عن الرطوبيه اللي كيعطي والنعومه اللي كيعطي، غزال البنات صراحه والله الا غزال. راك حتى كنجرب الحاجه عاد كنجيبها لكم كما العاده، راه ما نقدرش نعطيكم شي حاجه اللي ما مجرباهاش ولا اللي ما عارفاش الفوائد ديالها والمزايا ديالها. وهاد لاكريم راه زوينه بزاف البنات، يعني ما غاديش الا منفعاتك ما تضرك. وعليكم السلام ورحمه الله. ديش وما غاديش تندموا عليه، انا متاكده زوين بزاف والله العظيم، اقسم بالله الا زوين هاد البنات، زوين هاد الكريمه البنات، وان شاء الله غير غادي تجربوه، راكم غادي تخليوا لي التعليق ديالكم، وغيكونوا زوينين بيان سور، حيت غادي يعجبكم هاد الكريم هذا، وغادي تحسوا بالفرق. والبنات اللي يديها ناشفين بزاف غتستعمل هاد الكريم، غيوليو اليدين ديالها غزالين بزاف، واللي فيهم دوك الخطوط ديال التجاعيد دوك الرقي، وكاين غادي يتحيدوا مع المده، غير ديريهم وبقاي ديما غيتسالي من الشقه، ديري هاد لاكريم هذا راه غزال البنات. وبهكا ونتمنى يعجبكم الفيديو، انا متاكده الا جربتوه ولا تسنتوا الفيديو غادي يعجبكم، وما تنساوش تبارطاجيو لا فيديو ديالي باش يوصل لصحاباتكم والعائله ديالكم، باش كلشي يستافد وما يضيعش من دو هاد الهميزه، هاد لاكريم المعجزه اللي زوين بزاف البنات، ترطيب كيعطي الترطيب ونعومه خيالية صراحة، وزوين بزاف البنات، اقسم بالله الا زوين، انا متاكده ان شاء الله غير غادي تجربوه، راكم غادي يعجبكم وما غاديش تستغناو عليه ان شاء الله. وبهكا غنكونوا سالينا لا فيديو، ونتمنى يعجبكم لا فيديو ديالي، ونتمنى تعجبكم القناه ديالي، ومرحبا بالناس الجداد عندي، ومرحبا بهم بزاف بزاف، ونتمنى تخليوا لي التعاليق ديالكم الا بغيتوا شي حاجه ولا شي استفسار على اي دواء على اي حاجه ولا شي مهم شي حاجه هكا بغيتوا تستفسروا عليها، بغيتوا تسولوا على شي حاجه، انا راه الاشاره، وغير حطوا لي التعاليق ديالكم غادي نجاوبكم على جميع التعاليق ان شاء الله. ولا بغيتوا شي فيديو الفيديو الجاي على شي حاجه بغيتوها غادي نديرها لكم ان شاء الله. وبهكا غنكونوا سالينا لا فيديو، يلا بسلام، وما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك ولايك وبارطاجيو باش وفعلوا الجرس وبارطاجيو باش يوصل لجميع العائله وجميع الناس اللي عندكم، باش كلهم يستافدوا من هاد الكريم هادي، حيت زوينه بزاف البنات. يلا في السلام عليكم، خليت لكم الراحه، باي باي، شكرا لكم بزاف بزاف.